عبد الأوريسون. مساء الخير لكل مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي تلفزيون نبض الأوريسوند. حلقتنا لليوم راح تحكي عن أنواع عقود الإيجار للسكن في السويد. يوجد 4 عقود سكن رئيسية مستخدمة في السويد. راح نحكي بهاي الحلقة عن أهم عقدين والفرق بينهما، عقد الفوشتهاند والأندراهاند. العقد الأول وهو الفوشتهاند، الترجمة الحرفية تعني عقد إيجار من اليد الأولى، وهو عقد مباشر بين المستأجر ومالك العقار، وهو أقوى عقد يضمن حقوق المستأجر. ومن أهم ميزات هالعقد عدم مقدرة مالك العقار سواء كان شخص، شركة أو بلدية على فسخ العقد طالما التزم المستأجر بدفع الإيجار بالوقت المناسب، ولا يخل بتعليمات وقوانين السكن مثل التسبب في إزعاج الجيران والقيام بأضرار مادية في السكن أو استخدام السكن لأعمال غير منصوص عليها بعقد الإيجار. عقد الفوشتهاند يمنح المستأجر عدة ميزات، أهمها حق طلب التصليحات وتبديل المعدات القديمة الداخلة في العقد مثل ثلاجة، خزائن، صنابير مياه. أما العقد الثاني من الإيجار والمعروف بالسويدي بالأندراهاند، أي عقد إيجار من اليد الثانية، ويعني قيام شخص لديه عقد إيجار مباشر بتأجير مسكنه لشخص ثان في حال توفرت الشروط المطلوبة بين مالك العقار وصاحب العقد المباشر. ويجب الانتباه من هذا العقد، فقد يكون سيء بعض الشيء لأنه يمكن لصاحب العقد عدم تجديد العقد للمستأجر بعد انتهاء فترة العقد التي تكون غالبا سنة أو سنتين. يحق للمؤجر عدم تجديد عقد الإيجار حتى مع عدم وجود أي سبب أو مخالفة لقوانين السكن، كما لا يستطيع المستأجر طلب أي حق من حقوق المستأجر كحقوق المستأجر من اليد الأولى. شكرا لمشاهدتكم، ولا تنسوا مشاركة الفيديو لتصل الفائدة لأكبر عدد ممكن. يمكنكم مراسلتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك أو عبر موقعنا وطرح استفساراتكم ومقترحاتكم، وسنكون مسرورين بقراءتها والعمل معا لنشر الفائدة والمواضيع المهمة لجميع الناطقين بالعربية في السويد. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. نبض الأوريسوند، نحن نريد مساعدتكم.